ما هي الكبائر في الإسلام؟ من الطبيعي أن يرتكب الإنسان في حياته بعض الذنوب البسيطة التي تغضب الله سبحانه وتعالى في حال لم يقدم التوبة المخلصة عن طريق أداء العبادات والتوجه بالدعاء، ولكن هناك بعض الأنواع من الذنوب الكبيرة تسمى بالكبائر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات الكريمة ووعد مرتكبيها بأشد أنواع العذاب والعقاب. فيما يلي سنتعرف على هذه الكبائر المحرمة والتي ورد ذكرها في الدين الإسلامي. ما هو تعريف الكبائر؟ الكبائر هي الجرم أو الإثم أو الذنب الجسيم، ولقد عرف علماء الشريعة الإسلامية الكبائر بكل فعل وقول يصدر من قبل الإنسان ويرتبط بهذا الفعل وعيد الله تعالى بالعقاب الشديد. ولقد ذكر الله تعالى الكبائر في القرآن الكريم وبعض من الأحاديث النبوية الشريفة. وتختلف الكبائر في الإسلام، فهناك مثلا الذنوب الصغيرة التي تكون دون الكبائر في الجرم والتي لا يترتب عليها أي عقاب، وذلك لأنها عبارة عن ذنوب بسيطة يتحرر منها المسلم عن طريق التوجه إلى الله بالتوبة والاستغفار. والذنوب الكبيرة التي تدعى بالكبائر والتي لا يتحرر منها المسلم عن طريق الدعاء والاستغفار، كالزنا مثلا والربا، السحر وقذف المحصنات وغيرها. ما هي الكبائر في الإسلام؟ إن الكبائر تتفاوت في درجاتها من حيث القبح وعظم الجرم، ولكن أعظم الكبائر فهي الموبقات السبع التي ذكرها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، حيث قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وفي حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور. أولا، عقوق الوالدين. لقد حث الله على إطاعة الوالدين وتقديم العون لهم في الكبر، واعتبر عقوق الوالدين من أكبر الذنوب التي نهى عنها، حيث قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الرسول صلى محمد صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. إفطار يوم من رمضان. إن صيام شهر رمضان المبارك هو أمر واجب على كل مسلم، ولا يجوز الإفطار فيه إلا في حال وجود عذر شرعي. لهذا فإن كل إنسان يفطر في رمضان من غير أي عذر شرعي لا يعادله صيام الدهر كله، حيث قال الله تعالى في آياته الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. منع الزكاة المفروضة. إن كل الأشخاص الذين يمنعون الزكاة المفروضة عليهم ولا يخرجونها سيعذبهم الله تعالى ولن يتقبل منهم التوبة، حيث قال في آياته الكريمة: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الزنا، حيث قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كما وقد قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اللواط. يعتبر اللواط في الشريعة الإسلامية من أشنع المعاصي والذنوب ومن الكبائر التي يهتز لها عرش الله جل جلاله ويستحق مرتكبها القتل، حيث قال الله تعالى في آياته الكريمة: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. كما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنة أعد له جهنم وساءت مصيرا. شهادة الزور. لقد اعتبر الله تعالى شهادة الزور من الكبائر المحرمة في الإسلام، حيث قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لعب القمار، وهي من الكبائر التي حذر الله تعالى المسلم من الاقتراب منها، حيث قال في آياته الكريمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شرب الخمر، يعتبر الخمر من الكبائر التي حرم الله تعالى المسلم شربها، حيث قال في آياته الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كما وقال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. الكذب عن الله عز وجل، يعتبر الكذب من أشنع الأعمال التي من الممكن أن يقوم بها الإنسان المسلم، ولقد نبه الله تعالى الإنسان في الابتعاد عن هذه العادة السيئة، حيث قال في آياته الكريمة: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كما وقال الرسول الكريم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النميمة، النميمة هي من الكبائر، وهي حرام على جميع المسلمين، وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة النبوية الشريفة، حيث قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وقال الرسول الكريم لما مر بقبرين: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. نشوز المرأة عن زوجها، حيث قال الله تعالى في آياته: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيا إن الله كان عليا كبيرا. كما وقال الرسول الكريم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذه هي الكبائر التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والتي يجب أن تبتعد عن القيام بها، وذلك لكي لا تغضب الله تعالى ولكي تنال شرف الدخول إلى الجنة بإذن الله. بالإضافة إلى كبائر الذنوب، هناك السبع الموبقات، حيث الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة وعظيم الرحمة، ولكن هناك ذنوب كبيرة شدد الإسلام على عدم ارتكابها، وهذا ما يسمى بالكبار السبع أو الكبار السبع الموبقات، فاحذروهم جميعا. السبع الموبقات هي تعتبر من الكبائر أيضا.